حضر اسم الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل فعاليات مهرجان رويال سكوت الملكية السنوي لسباقات الخيل، وذلك بمضمار رويال سكوت بمقاطعة بيركشاير في المملكة المتحدة، بدعوة من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، حيث نقل سموه تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث وتمنيات جلالته لها بدوام الصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الصديق المزيد من التطور والازدهار، معربا سموه عن سعادته بحضور مهرجان رويال سكوت لسباق الخيل بدعوة من جلالة الملكة، مثمنا هذه الدعوة الكريمة التي تؤكد متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين، مشيدا سموه بما تضمنه مهرجان رويال سكوت الملكية السنوي لسباقات الخيل من سباقات تؤكد عراقة رياضة الفروسية في المملكة المتحدة التي تعد واحدة من أهم وأبرز الدول الراعية لهذه الرياضة التي تشاركها مملكة البحرين هذا الاهتمام في ظل دعم وتشجيع حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى في الحفاظ على أصالة وجمال الخيل العربية ومختلف رياضات الفروسية وسباقات الخيل في المملكة، التي استطاع الشباب البحريني أن يحقق التميز في هذه الرياضة التي تمثل إرث الآباء والأجداد. هذا ويقام مهرجان رويال سكوت الملكية السنوي لسباق الخيل برعاية ملكية من صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وشمال إيرلندا، وتمتد فعالياته لمدة أسبوع، ويخصص اليوم الثالث منه للكأس الذهبية للخيل.